رجعت معكم مشاهدينا مع اليوم شيف جاد وعم ببلش يحضر شيء كثير 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 طيب ومميز وخالطين كذا شغله ناطري كيكه خالطين كذا شغله يعني كيفك هيك اليوم؟ فهد عملنا هيك جوله هيك جوله على الكاونتر ليعرفوا المشاهدين عن شو عم نحكي اشياء طيبه هون كثير بحبها هدول فهد عم نحكي عن الفري دو مير في قريدس في كالامار صح باذنجان اللي رح نعمله هو جراتان باذنجان مع هالسي فود هلا كيف رح نخلطها وشو رح ندخل عليها رح نشوف رح ندخل عليها كذا نوع جبنه نحط بقلبها بروفولون شويه ريكوتا موتزاريلا على وجهها بارميزان ليعطيها هيك شويه حديه اوه هون الباذنجان انا الي بس منشفه يمكن شي 5-6 مرات على ورق هلا فينا نشويهم بس اكيد بناخذ غير طعمه اذا بدنا نخفف القلي على الاخر نعم عندنا هون كالامار عندنا كروفيت وعندنا مول المول مطبوخين ومفقين يعني شايلين الشيل منهم هون عندي على النار عامل صوص طماط انا تقريبا خالصه يعني بس هلا بدها شويه تسخين وعندنا هون فريش كريم لحديت هلا وبس هلا رح نغليها زد لها شويه بارميزان وملح وبهار هلا نحن كيف رح نجمعها رح ناخذ هالصينيه رح نحط شويه صوص بكعبه رح نحط باذنجان رح نطبخ السي فود كله نصفه عليها شويه كريم وجبني عليها بس ما بدنا اياها تطلع فيها كثير صوص بدها يعني بس نسكبها تقريبا مزبوط بدها تكون مثل اللازانيا يعني مش انه كثير صوص نقدر نشيل منها نسكبها بالملعقه خلينا نبلش ديركت هلا انا صوص خالصه رح شيلها خليني بلش بالفيدومير بالسي فود احنا السي فود بينطبخ شيء ورا شيء ولا مع بعضهم لا شيء ورا شيء هلا المول مطبوخ رح نطبخ الكروفيت والكالامار بس بهالوقت هيك حتى السي فود دغري نشيله نحن على الصينيه اوكي نبلش بالاول خلينا نحط الطماط شو اول لاير هي تقريبا تينا مش كذا لايرز يعني رح تطلع لاير واحد يعني من كل انجريدينز رح نحط مره واحده هلا رح نشوف كيف بس خليني احمي الزيت هون فنحن ما عم نشتغل بنفس الوقت ناخذ حبه ثوم ناخذ ورقه حبق شويه زعتر زبيع كثير بحب استعمل هذا نوع الزعتر بيعطينا هالنكهه الزعتر اللبناني البري بيعطينا نكهه خصوصا بالسي فود خليه يحمى الزيت شوي هلا بنرجع رح ناخذ هالبندوره بندورة بس بالكعب كرمال هيك عم تلاحظي عم نزيدها شوي وبنقي الشقف الكبار هيدي هي كريم رح تبلش تغلي رح ناخد عليها شوية بهار رح ناخد رشة بارميزان يعني هي الروسات مؤلفة من كذا ريسيبي بقلبها عندنا الصوص طماط عندنا الكريم عندنا السي فود بقلبها ملح ما حطينا بناخذ رشة ملح بسيطة رح نبلش بالسي فود نعمله صوتي بلش بالكروفات نرجع بال ريديس هون منظف ومنشيل منه القشر والظهر تبعه الرمل بيكون بالظهر الكالامار رح نخليه بحجمه او رح نطبخه بحجمه رح نرجع نقصه من بعد ما ينطبخ ليه بتفضل هيك؟ لانه اذا بدنا نفرمه على الني ونطبخه بده يلف كثير بده يصير شكله كثير صغير مش بيقسى بتصير دغري بلف وبصير شقفته صغيره فهو وكبير ما بيقعد يزم نرجع منقص التقطيع اللي بدنا اياها لكن كروفيت نوزعهم هيك ما بدنا نسطوي السي فود 100% 3/4 طبخه يعني بدهم يكفوا بالصينيه بس فوت على الفرن ونخلينا نقوي شوي هاي البندوره خلص هذا الزيت خليه هون خليني اخذ قشره حامض باذنجان ايه
باذنجان مقشر لما تقليه او مش دايما صح هون مقشر على الاخر افضل افضل لانه مزعج القشره بتضل واقفه 100% هلا بالقلي بيحمل يبقى شويه قشر بس بالشوي ابدا لانه بالقلي بتطرى اكثر القشره من ال ما بدي سكرها كلها باذنجان ما بدي الصينية تطلع كتير عالية مبدئيا خلص بكفي مزبوط هاي بالنسبة للباذنجان بالنسبة للأريدس رح نبرمهم ثواني بعد هون بنغلي بعد يلا بدها تغليها شي دقيق تاني يمكن الكروفات عم نبرمهم كلهم بمجرد ما نبرمهم يمكن 20 ثانية رح نشيلهم بدنا نخلي فيهم هيك شوية تروح ما ننشفهم كتير شوية بهار على تاني ميلة القرايدس خلص لكن بتعرفي شو بنفس المقلاية هيك هيك حامية حط الكالامار 100% هلا بمجرد ما نحطهم رح تشوفي كيف رح يتغير الفورم تبعهم هذا بيبي كالامار دائما الكالامار كل ما صغرناه كل ما طلع قطره لكن السي فود تقريبا إذا بتلاحظي ما بدي نيمهم كتير خليها هيك الحبة واقفة تا يبينوا فوق الجبنة نحن الجبنة على الوجه بدك الجبنة على الوجه في شيء رح نحطه هلا بتشوفي كيف كاريكوتا رح نحطهم بكل مطرح شوية ريكوتا البروفولوني رح نحطها مش جريتد رح نحطها كوبيت والموتزاريلا جريتد حتى الكالامار ما كتير بدنا ننشفه إذا بتلاحظي بلشنا نبرمهم رشة ملح صغيرة الكالامار خلص كمان لأنه رح يكفوا بقلب نشيلهم على الصحن صوص غليت ايه؟ غليت غليت وكترت ايه؟ هيك سمكت هذا المطلوب بدنا اياها تشد شوي كالامار مثل ما كنا عم نقول مثل نجيب شوبينج بورد غير هيدي نتركها للخضره لكن وصفتنا اليوم هي غراتان بتخلها الباذنجان صلصه البندوره هلا حطينا القريدس في كالامار وفي مول كمان مول ديركت رح نسقطهم اذا بتلاحظي من بعد ما تطبخي الكالامار كيف ما بتقصيه بيبقى مثل ما هو لو قصيناهم قبل اكيد ما كنا اخذنا هالشيب هلا كمان رح نوزعهم نفس الشيء هون عم نغلي الكريم اذا بدك فينا نطفي عندك خلاص إيه ما بدنا اياها كثير تشد تتسمك شوي اوكي سي فود خلص حلو رح نحط بعد مول شو بعد عنا؟ حلو هلا الكريم بدنا نحط شوية جبنة شو قصة هالبندورة؟ بندورة كمان هلا رح تشوفي قصتها جوا رح نحطهم بقلبها رح نحطهم بطريقة يضلوا على التوب حتى ياخذوا حرارة من الفرن يبين. يطلعوا كأنه مشويين أوكي. بهالشكل
شوي اصفر شوي احمر. اوكي شوي تريكوتا بهالشكل. الهدف يتوزعوا بيناتهم. ريكوتا شو رح تعطي؟ ريكوتا بتعطيها هيك هالطعمة بتتم يعني هي قريب التكسير تبعها من القريشة او من القشطة، بتعطيها هالملمس بتتم كتير طيب هيك فيها هالتبرغل يعني بقلبها مزبوط. بس ما بتدوب. نو ابدا رح يبقى شكلها هيك. ايه هاي ريكوتا. رح ناخد شوية كريم اللي عملناها قبل ما نحط الجبنة على الوجه. كمان كريم ما بدنا نكتر. يعني ما بدنا نسكر له وجهه بالصوص، رح نسكر له وجهه بالجبنه. هيدي هي. بروفولون كمان بدنا نوزعهم هيك. شوية صنوبر. وصفتنا شبيعة اليوم. بعد في عنا شغلتين بدنا نزيدهم. شو هن؟ بدي أفرم له شوية زعتر قبل على الوجه يعني؟ قبل الجبنة. يعني هلا رح نحط قبل الجبنة بعد عنا الموتزاريلا على وجهها، رح نبرش لها على وجهها موتزاريلا، بس قبل خلينا نعطيها هيك شوية نكهة. يلا بعد عنا بدنا نبرش جبنة ودخلها على الفرن. تغير فكرك؟ رح نحط لها جبنة الموتزاريلا. موتزاريلا لتعطيها اللون. وبتدوب. يعني صح. هلا البروفولون رح تدوب. البروفولون بتدوب. تعطيها النكهة البروفولون. بس ما رح هيك تختم شوي. اللي الجبنة اللي بتشقر اللي بيطلع شكلها حلو هي الموتزاريلا أكتر. ايه. يعني كل جبنة حطيناها لسبب معين. الموتزاريلا للون، البروفولون للطعمة. هلا جبنة ما بدنا نسكرها كمان 100%. يضل لون يبينوا 100%. بدنا يبينوا الانجريدينتس بس تدوب الجبنة. ما تطلع فلات كلها من وجهها. حلو. شو بدها وقت بالفرن؟ تقريبا 5 دقائق 7 دقائق. يدوبوا يعني. ليدوبوا تشقر لانه كله اولموست مستوي حتى السي فود. يعني اذا تلاحظي 80% طبخناه هون. رح ندخلها هلا لنستفيد من الوقت، بس ما بعرف قديش رح نقدر نشوفها جاهزه. بس نحن رح نجرب. قد ايه بدنا وقت نرجع؟ طيب كثير بدي اقويلها شوي. رح نغيب جاد لوين رايحين؟ رايحين مشوار صغير. لكن مشاهدينا وصفتنا كانت غراتان الباذنجان. بلش شيف جاد بكوش صوص طماط، رجع حط الباذنجان المقلي. جانا حطينا فوق الباذنجان الفري دو مير. هلا هون كمان الواحد بيقدر يحط اللي بده اياه. يمكن في اشخاص ما بيحبوا مول او ما بيحبوا كالامار. يلي بتحبوا تحطوه من فري دو مير فوق الباذنجان. جانا زدنا الاجبان، كان في جبنه البروفولون حطيناها قطع، جبنه الريكوتا، جبنه الموتزاريلا المبروشه، شويه بارميزان، اكيد الكريم يلي سخناها وغليناها على جنب حتى تسمك مع البارميزان المبروش اللي بقلبها. كمان حطيناها على الوجه. ما تنسوا الصنوبر، ما تنسوا الزعتر الاخضر المفروم على الوجه. وهلا فوتناها على الفرن، بدها تقريبا شي 5 دقائق. تقريبا 5 دقائق. 5 دقائق. فلما نرجع نحن بعد البريك فينا نشوف كيف طلعت هيك النسكب
الصحن ونشوف كيف شكله بالصحن. بدكم معنا يعني مثل الاولاد الصغار بيطروا على الشباك. خلصت؟ تقريبا بعد بدها شي دقيقة بس خلينا نشيلها نشوف كيف صارت. هي بعد بدها انا هيك عجبتني شقرة. بعد بدها دقيقة السمر هي حتى شوي تشقر بمطرح انا اذا بتشوفيها هلا يعني دابت كلها صح بس بدها بعد يمكن كم ايه تتحمر ثانية تتحمر اكثر مش رح نتركها هلا بالفرن نقدر نشوفها. دجا هيك شكلها بشهي مش هيك؟ شو بالرجي؟ ما عم بسمع اصوات. خلينا نمسح لها حرفة. ودايما حيلا شي جراتان بنقول بنريحه مزبوط. كثير عم تصعب علينا اليوم. هلا اليوم كله مش رح نعمله اليوم. نسكب هلا. لأنه بتكون بعدها سخنة كثير. ايه. بتصير تفرط معنا. بس هلا هون ما كثير كترنا الصوص ومعلش. صح. فخلينا نسكب صحن نشوف كيف طالعة. يعني مثل ما قلت حلوة الجراتان ما تكون بلوك مزبوط مبينين الانجريدينز اللي بقلبها حتى هيك لما تاخذ لقمة وتحطها بتمك تلاقي اشياء مختلفة عرفت؟ هذا الهدف منها بعد وحدة صاروا كلهم صح هيك شو حلوة واو إذا بتلاحظي الصوص على القد ما فيها ايه. صوص كثير عظيمة الجبنة دايبة الباذنجان مبين البندورة مبينة والسي فود مبين السي فود مبين very nice وصفة عظيمة جاد مليئة خرج هيك وجبة أو حتى إفطار حلو الجراتان غيره شوي مش دائما نعمل لازان أو نعمل نوي يعني إذا بتلاحظي أخذنا كثير ingredients خاصة اللي بحب الفريدومير واللي بحب الباذنجان ثانك يو جاد رح ناخذ بريك مشاهدينا ومكفين أنا بليك